صبوطة تتنفس ونش في الدري كتجو الدراهم شعل صبوطة وبوطة شعلة سيدة مرة صبوطة كتنفس من جهة آخر ما حسبش بوطة كتنفس مرة جلست مطربت صبوخة ديك مطرب قدامين جلست بريكة هيدا في يدي مش حتى كنشوف ديك بريكة ترتق بوطة ترتق بوطة كتهدي مشيت كلش ترتق في الحين العافية شبر الدغية وها ها؟ أنا سعيد اسم الطاهر حيث كنت جلسة هيدا جلسة جلسة تبدا وعندي مشان خاوة جيد سعيدة مشان ما كنشي اللي عاود كشي بادي مشان تراوتي عاود واد المرأة مشان كنشي محسيني اللي عاود واد شي واحد اللي عاود واد دابا مشالي واللي تما أنا وابني عايشين تما يا وخلت من فوق ما رددتوش بال واش كنت تما ولا لا دابا صافي كلشي اللي عندي كلشي مشى كلشي درت بلا دابا مشات مع النواب كلشي مشى ما عندنا حتى شي حاجه دابا اللهم لك الحمد نقوم سيدي في الزنقه وتساوي علينا هيدا ماتيني شحال كلشي السف اللي كدير كامله مفرشه كامله مشات ما بقات منا حتى شي حاجه كلشي مشى بحوايجي دبني كلشي الدار كامله مشات بقينا عيانين على الله ما بمشى انا كلشي اللهم لك الحمد مراه الثانيه يا بوحده هذيك الساعه اللي عاونوها ولا هذيك الا ما كناش احنا راه هاد العافيه هذيك كدات الخاوه ديالي كان مسال كنت حنا كريفوز دما بقينا في السطوله لا اله الا الله انا وحمزه السيكر وياسين والدراري جاب الله التيشيرت الحمد لله السلام عليكم انا محمد الشين شيكر قاطم الحي الجديد كنسكن في هذه الزنقه اللي وقعت فيها هذه الفجعه هذه انا كنت جالس في الدار وكنتفاجئ بان العافيه خارجه من الشرجم خروجنا كنجبر الناس الساكنه هذه الحومه كامله خرجت كطفي كلشي كيغوت كلشي كيحيا وكنتمنوا من المحسنين يشوفوا من الحاله ديال اللطيفه اللي بنت الحيه راهي معروفه راها تجاله وما عندهاش ومشات للطبقه ديالي اللي كتكون فيها راه كانوا عندها تماك الفلوس وعندها فهمتي المعاش ديالها كامل مجموع تما وكنتمنى الله من المحسنين تعاطفوا معها وكنشكروا السلطه المحليه اللي دار جاي المجهود ديالها وكنشكروا الرئيس الدائره الخامسه حتى هو جا من التدخلات ديالو وكنشكروا رجال المطافئ والحمد لله بعدا اول حاجه ما وقعوش شي خسائر في الضحايا ولا شي حاجه الحمد لله خسائر ماديه اللي وقعت واحد السيده مسكينه في الحومه ديالنا ما سيده مسكينه ما كتخدمش وهادي وما عندها لا اب لا ام وقعوا لا فهمتي مشاو لا الفلوس حوايجها وكذا شي محسنين اللي بغاو يتعاونوا معاها راه عندهم غير الاجار و هاد المرأة مسكينة درويشة فحالنا فحالة مسكينة الله يلا نتمنوا يتعاونوا معها مسكينة وما فحالها فحالها مسكينة تشالت فيها العافية وجات طفاوها وكنتمنى إن شاء الله يدخلوا الناس للحومة مساكن باش ما طال باش يعاونوا هاد السيدة هادي إن شاء الله يفكوا لها المحنة ديالها مسكينة وهذا قدر الله سبحانه وتعالى تصرف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.